السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نص تطبيقي بحال التطبيقات كتكون عندنا في مستويات في الابتدائي. إذا أول صبي أسلم 26 27 على بركة الله، بحال الشكل والتطبيقات. 26 27 هي. إذا ما غنطولوش لكم الفيديو، نقرأ النص. علم الله نبيه الصلاة فصلى وصلت خديجة معه. هنا كنا نتكلم على بداية الإسلام. وكان يقيم معهما علي بن أبي طالب الذي كان صبيا لم يبلغ الحلم، ذلك أن قريشا أصابتهم شديدة، وكان أبو طالب كثير العيال. يعني قريش أصابتهم شديدة، يعني جاء واحد الزمان فيه المجاعة والجفاف، أصابتهم شديدة. لهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم، كان علي بن أبي طالب يعيش مع خديجة وزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم. وكان أبو طالب كثير العيال، فقال محمد صلى الله عليه وسلم لعمه العباس: إن أخاك أبا طالب كثير العيال، وقد أصاب الناس ما ترى من هذه الأزمة، فانطلق بنا إليه فلنخفف من عياله، آخذ من بيته رجلا وتأخذ أنت رجلا فنكفلهما عنه. وكفل العباس جعفر، وكفل محمد صلى الله عليه وسلم عليا، فلم يزل معه حتى بعثه الله. وفيما محمد صلى الله عليه وسلم وخديجة يصليان يوما، دخل عليهما علي مفاجأة، فرآهما يركعان ويسجدان ويتلوان ما تيسر مما أوحاه الله يومئذ من القرآن. فوقف الشاب دهشا حتى أتم صلاتهما، ثم سأل: لمن تسجدان؟ فأجابه محمد صلى الله عليه وسلم بما معناه: إنما نسجد لله الذي بعثني نبيا وأمرني أن أدعو الناس إليه. ودعا محمد صلى الله عليه وسلم ابن عمه إلى عبادة الله وحده لا شريك له، ثم تلا ما تيسر من القرآن الكريم. فأخذ علي عن نفسه، يعني تعجب ورفع عن الوجود، يعني لم أعجبه الكلام، أعجبه كلام الله طبعا. وسحره جمال الآيات وإعجازها، واستمهل ابن عمه حتى يشاور أباه، ثم قضى ليله مضطربا، حتى إذا أصبح أعلن إليهما أنه اتبعهما من غير حاجة لرأي أبي طالب، وقال: لقد خلقني الله من غير أن يشاور أبا طالب، فما حاجتي أنا إلى مشاورته لأعبد الله. وكذلك كان علي أول صبي أسلم. نعم، إذا نبدأ. إذا الشرح، أشرح المفردات التالية حسب معناها في النص. الحلم هو إذا الحلم والعيال والسمهلة. إذا الحلم والبلوغ، لم يبلغ البلوغ يعني بقي طفل، لم يصبح يصبح يعني رجل، لم يصل الحلم بعد. العيال من يجب إعالتهم والنفقة عليهم، هم الوليدات. السمهلة طلب مهلة. إذا ماذا طلب محمد من عمه العباس؟ لماذا اندهش علي رضي الله عندما رأى محمد وخديجة يصليان؟ نديرهم هكا. إذا بالنسبة للزوج، طلب محمد صلى الله عليه وسلم من عمه العباس الانطلاق إلى عمه الآخر أبا طالب ليخفف عليه من عياله الكثر. كانوا عنده العيال وليدات بزاف، وكاين الجفاف والمجاعة يعني شدة وأزمة، فمشاو كل واحد جاب وليد رب تكفل به. ثالثا، لماذا اندهش عليه عندما رأى محمد صلى الله عليه وسلم وخديجة رضي الله عنها يصليان؟ اندهش علي رضي الله عنه عندما رأى محمد خليل صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يعرف لمن يسجدان، حيث هو مولف كيشوف الناس كيسجدوا للأصنام، وهو شاف أن الرسول صلى الله عليه وسلم وخديجة رضي الله عنها كيسجدوا. فسولهم: لمن تسجدان؟ دعا محمد، حيث ما لقاش قدامهم شي صنم،
دعا محمد صلى هنا إلى ماذا دعا محمد بن عمه عليا؟ دعا محمد صلى الله عليه وسلم بن عمه علي إلى عبادة الله وحده لا شريك له. استخرج من النص العبارات التي تشير إلى نفاد القرآن الكريم إلى قلب علي رضي الله عنه. إذا العبارات هي هذه: فأخذ على نفسه، ثم وسحره جمال الآيات وإعجازها. إذا هذه العبارات تدل على أن علي يعني اندهش لما سمع القرآن وأعجب بكلماته، لأنه ليس كلام بشر بل هو كلام الله سبحانه وتعالى. إذا غنمشيو للشكل، من الشكل الأخير هو هذا، غنقراو شوية باش يبين مشكلتو. ودعا محمد صلى الله عليه وسلم، هنا دبنا هادي ما نديروش فتحة، نديرو بحال الميم، هنا بحال الميم. ابن عمه إلى عبادة الله، عاوتاني هنا بحال الميم، ما عنديش كيفاش نديرها فوق الألف. وحده لا شريك له، ثم تلا ما تيسر من القرآن. كذلك هنا واحد الميم هنايا، القرآن الكريم. فأخذ لهنا، هنا لا صحو، هادي صحو، وانا نصحح عليكم بلاتي. إذن فأخذ علي عن نفسه وسحره جمال الآيات. دي ما نديرو هادي، ما تكونش في البداية، كنديرو ميم صغيرة هنا وهنا كذلك. وإعجازه، واستمهل هنا ابن عمه حتى يشاور أباه، ثم قضى ليله مضطربا حتى إذا أصبح أعلن إليهما أنه اتبعهما من غير حاجة لرأي أبي طالب، وقال: لقد خلقني الله، هنا تاني واحد الميم صغيرة هنا، من غير أن يشاور أبا طالب، فما حاجتي أنا إلى مشاورته لأعبد الله. كذلك هنا واحد الميم صغيرة. وكذلك كان علي أول صبي أسلم. نعم، إذن أكمل من أخانت الجلولة حسب المثال. إذا بلغ وزنه فعل، الحروف الأصلية باء لام غين، الحروف الزائدة لا شيء لأنه مجرد، أو هذا مجرد ثلاثي. إذا نجاوبه: إن طلق إن فعل، حروف الأصلية طاء لام قاف الألف والنون، مزيد خفف فعل خفف، التضعيف يعني الأصل هو خف، إلى المزيد، مزيد بالتضعيف، مزيد. ركع فعل ركع، الراء الكاف العين، لا شيء مجرد. استمهل استفعل ماهل، إذا ألف والسين والتاء، مزيد. شاور 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 الألف، هذه اللي كيعني المشاركة طبعا، مزيد. إذا نقلوه باش نمشيو للجدول الآخر. نعم، إذا هاته أفعالا مزيدة من الأفعال مجرد تالي. إذا عندنا بلغ، نديرو مزيد، كفالا مجرد نزيدو حرف أو حرفين أو ثلاثة على حسب باش يولي مجرد مزيد. عفوا، دعا دخل، إذا نقولو بلغ بلغ، أو نقولو أبلغ، أقول بلغ بلغ بل أبلغ بلغ بالغ اللي يعجبك. كفل تكفل تكافل، مزيان. استدعى، استدعى دخل أدخل تداخل، أدخل وتداخل أو ودخل، ممكن مم أدخل وتداخل. إذا تاسعا، زين الأفعال المزيدة التالية وبين معاني الزيادة. واخا، إذا علم أتم انطلق استمر، نشوفه. إذا فعل تفيد التعدية كما شفنا في الدرس اللي فات، أتم أفعل التعدية، انطلق إن فعل المطاوعة، وقلنا فيما تكون است
استفعل على وزن استفعل عرفوره الطالب. نعم، لما كان بغيش نطولوا في الفيديوهات حنا كنمشيو شويه مخفين. يلا شوف، اذا نكملوا. اذا زن يعني ضع ميزانا صرفيا، كما يبين في اي جدر لغوي هنا اللي كنا غنبحثوا عليها في المعجم، كنردوا على الاصل ديالها الثلاثي المجرد او الرباعي المجرد، وكنقلبوا على الحرف الاول بحال هنا انطلق انفعل، نقلبوا على طلاق ونمشيو لحرف الطاء في المعجم بحال الفرونسي في الديكسيونير، كنقلبوا على لا ليتر الاولى ديال الكلمه. مفاجأة نبداو، اذا مفاجأة مفاعلة فجأة الفاء، تيسر تفعل يسر الياء، الحرف اللي الجدر هو يسر والحرف اللي نبحثو به هو الياء. إعجاز إفعال عجز عجز عفوا عجز عين، الحرف العين. استمهل استفعل مهل أو مهل الميم. إذا سهل هادشي، قالينا غير سؤال 11. ايتي بفعل مجرد ثلاثي لازم ثم حول الى فعل متعدي وركبه في جمله، ايتي بفعل مزيد يدل على المطاوعه وركبه في جمله. واخا سيدي، اذا ها هما. اذا ايتي بفعل الاولى دخل، ونقول ادخل، نقول ادخل الحارس المفتاح في القفل او في القفل. بلغ ابلغ، ابلغ الرسول عليا بالدعوه. ايتي بفعل مزيد يدل على المطاوعه، انكسر الزجاج النافذه، انفتح الباب، تدحرجت الكرة. اذا درنا وزن ديال انفعل و افتعل، لا انفعل و تفعل، تفعلل على وزن تدحر، تدحرج على وزن تفعلل. اذا هادشي اللي كاين تكتبوه، كاين دابا بقات لكم حاجة مهمة، ولا تنسوا الاشتراك في القناة، والقناة اشتركوا اشتركوا اشتركوا.